السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثاني عشر العلمي ضمن سلسلة دروس الرياضيات للثاني عشر العلمي في مبحث الرياضيات نقدم لكم اليوم درس تطبيقات فيزيائية على المشتقة فبسم الله نبدأ درسنا اليوم تطبيقات فيزيائية واحد يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الموقف التعليمي أن تكون قد تعرفت إلى المعنى الفيزيائي للمشتقة وأن تكون قادرا على حل أسئلة متنوعة على التطبيقات الفيزيائية فبسم الله نبدأ في شرح الدرس أولا نبدأ في تعريف السرعة اللحظية عين عند الزمن نون هي عين النون وتساوي دال فا دال النون وتساوي فا فتحة أي مشتقة الإزاحة بالنسبة للزمن التسارع اللحظي ويرمز له بالرمز تا عند الزمن نون وهو دال عين دال النون أو هو المشتق الثاني للإزاحة بالنسبة للزمن ويساوي يرمز له بالرمز ففتحتين وقبل الانتقال إلى أمثلة الدرس سوف نعرض بعض الملاحظات المهمة التي ترد في الأسئلة التي تحتاج إلى ترجمة ومنها النقطة الأولى عند بدء الحركة أو لحظة قذف الجسم يكون الزمن صفر الملاحظة الثانية عندما يتوقف الجسم أو عند أقصى ارتفاع أو عند انعدام السرعة أو يعكس أو يغير الجسم من اتجاه الحركة فإن الجسم يتوقف في هذه اللحظة فيكون هنا عين تساوي صفر السرعة الثابتة أو انعدام التسارع سرعة ثابتة يعني لا يوجد تسارع وانعدام التسارع نستنتج أن تا تساوي صفر الزمن دائما أكبر أو يساوي صفر ولا يوجد زمن سالب المسافة دائما موجبة والإزاحة ممكن أن تكون سالبة حسب موقع الجسم بالنسبة لنقطة القذف الملاحظة السادسة السرعة موجبة أي أن الجسم يسير بنفس اتجاه الحركة السرعة سالبة الجسم يسير في عكس اتجاه الحركة الملاحظة السابعة التصارع موجب يعني أن السرعة تزداد أي أن الجسم في تصارع والتصارع سالب أي أن السرعة تقل الجسم في تباطؤ ملاحظة ثمانية مهمة لإيجاد متى يغير الجسم من اتجاه الحركة أو متى يتوقف الجسم، يتوقف أو يغير الجسم من اتجاه الحركة نبحث في إشارة السرعة. الملاحظة التاسعة لإيجاد متى تزداد السرعة أو تقل السرعة، الذي يحدد تزايد السرعة أو متى تقل السرعة، نبحث في إشارة التسارع. رقم عشرة عند قذف جسم من سطح برج رأسيا إلى أعلى وارتطامه بسطح الأرض ارتطام الجسم بسطح الأرض نفهم منها إن فا تساوي سالب ارتفاع البرج ملاحظة 11 عند قذف جسما رأسيا إلى أعلى من سطح الأرض فإن الزمن الكلي نجده يعني الزمن الذي يحتاجه الجسم للصعود والرجوع إلى نقطة القذف نجده بجعل فات تساوي صفر يعني ارتفاع الجسم في هذه اللحظة يكون صفر اللي هو نفسه الزمن الكلي هو زمن الصعود زائد زمن الهبوط لكن زمن الصعود نجده بجعل عين تساوي صفر لإيجاد عند أقصى ارتفاع يعني زمن الصعود هو زمن أقصى ارتفاع نجده بجعل عين تساوي صفر ملاحظة 12 إذا كانت المسافة المقطوعة أكبر من أقصى ارتفاع أو الزمن المستغرق أكبر من زمن أقصى ارتفاع في عنا قانون مهم جدا نستخدمه اللي هو المسافة الكلية المقطوعة تساوي 2 ضرب أقصى ارتفاع ناقص ف للنوع وهيك بنكون يعني أجملنا معظم الملاحظات التي ترد في هذا الدرس ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى الأمثلة على درس التطبيقات الفيزيائية. فالمثال الأول: تحرك جسم على خط مستقيم بحيث إن بعده عن نقطة ثابتة واو يتحدد بالعلاقة فاء نون تساوي نون تكعيب ناقص تسعة نون تربيع زائد سبعة، حيث فاء بعده بالأمتار ونون الزمن بالثواني. المطلوب الأول: جد السرعة المتوسطة للجسم في الفترة الزمنية من واحد ثاني إلى ثلاث ثواني. فكما تعلمت في درس متوسط التغير السرعة المتوسطة تساوي دلتا فا على دلتا نون وتساوي فا للنون اثنين ناقص فا النون واحد على نون اثنين ناقص نون واحد وبالتعويض المباشر في قاعدة الاقتران الزمني فا للثلاث ناقص فاء الواحد على ثلاثي ناقص واحد وتساوي نعوض فاء الثلاث هي عبارة عن ثلاث تكعيب ناقص تسعة في ثلاث تربية زائد سبعة ناقص بنعوض فاء الواحد واحد تكعيب ناقص تسعة في واحد تربيع زائد سبعة كله على اثنين. وبالحساب يكون الناتج ثلاث تكعيب سبعة وعشرين ناقص تسعة في تسعة واحد وثمانين زائد سبعة بنحصل على سبعة وعشرين ناقص واحد وثمانين زائد سبعة ناقص واحد ناقص تسعة زائد سبعة كله على اثنان ويصبح سبعة وعشرين ناقص واحد ثمانين سالب أربعة وخمسين زائد سبعة سالب سبعة وأربعين ناقص واحد ناقص تسعة سالب ثمانية زائد سبعة سالب واحد على اثنين ويصبح لدينا سالب ستة وأربعين على اثنين سالب ثلاثة وعشرين متر لكل ثانية. فبالتالي تكون السرعة المتوسطة للجسم في الفترة الزمنية واحد هي عبارة عن سالب 23 متر لكل ثانية. الفرع الثاني في السؤال نريد تسارع الجسم عندما يعكس الجسم من اتجاه الحركة. المطلوب التسارع تا مجهولي عندما يعكس الجسم من اتجاه الحركة أي نريد البحث في إشارة السرعة ونبين أن الجسم قد توقف ثم عكس من اتجاه حركته. لذلك نجد أولا السرعة وكما تعرفنا في التعريف على أن السرعة هي ع تساوي ف فتحة وتساوي ثلاثة ن تربيع ناقص ثمانية عشر نجعلها صفر وبالتالي نخرج ثلاثي نون عامل مشترك ويصبح لدينا ن ناقص ستة تساوي صفر ومنها إما ن تساوي صفر أو نون تساوي ست ثواني عندما يعكس الجسم من اتجاه الحركة يعني أن الجسم قد تحرك فالزمن المطلوب هو نون تساوي ست ثواني إذا نريد التصارع عندما نون تساوي ست أي تال الست هي المطلوبة ولكن اقتران التصارع غير معروف نجده عن طريق اشتقاق السرعة كما تعلمنا في التعريف أن التصارع يساوي عين فتحة ويساوي مشتقة ثلاث نون تربيع ست نون ناقص ثمانية عشر ومنها تاء الست تساوي ستة في ستة ناقص ثمانية عشر ويساوي ثمانية عشر متر لكل ثاني تربيع وبالتالي تصارع الجسم عندما يعكس الجسم من اتجاه حركته يساوي 18 متر لكل ثانية تربيع لكن يعكس الجسم من اتجاه الحركة يجب أن نبين أنه يعكس من اتجاه الحركة وذلك في البحث في إشارة السرعة إشارة السرعة هنا يعني الزمن نون تساوي صفر وهنا الزمن نون تساوي ستة بالتعويض أو حسب إشارة الاقتران التربيعي بين الجذرين عكس معامل نون تربيع هنا سالب وهنا موجب لاحظ أن الجسم عندما كانت نون تساوي 6 ثواني قد غير من اتجاه حركته فكان التسارع المطلوب هو عندما نون تساوي 6 ثواني وبالتالي نكون قد وصلنا لنهاية هذا المثال ننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى مثال رقم 2 على التطبيقات الفيزيائية قذف جسم رأسيا إلى أعلى من نقطة على سطح الأرض بحيث يتحدد بعده عن سطح الأرض بالعلاقة فاء النون تساوي 20 نون ناقص 5 نون تربيع حيث فا ارتفاع الجسم بالأمتار ونون الزمن بالثواني المطلوب الأول أوجد أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم لاحظ عزيز الطالب أن في هذا المطلوب يريد السؤال أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم فهنا مطلوب فا اللي هي الارتفاع أو أقصى ارتفاع، ونفهم من كلمة أقصى ارتفاع عند أقصى ارتفاع فإن الجسم يتوقف، بما إن الجسم يتوقف إذا السرعة تساوي صفر. فنبدأ بالسرعة: ع تساوي فا فتحة، وتساوي مشتقة المسافة، أو الإزاحة: 20 ناقص عشرة ن، وتساوي صفر، ومنها نون تساوي اثنين ثانية إذا الجسم يصل إلى أقصى ارتفاع بعد ثانيتين إذا هذه المسافة يصل لها الجسم بعد ثانيتين الآن المطلوب أقصى ارتفاع أي المطلوب أقصى ارتفاع يساوي فا للاثنين ويساوي عشرين في اثنين ناقص خمسة في اثنين تربيع وتساوي أربعين ناقص خمسة في أربعة بعشرين 20 ويساوي عشرين متر إذا أقصى ارتفاع وصل إليه الجسم هو عشرين متر عن سطح الأرض المطلوب الثاني المطلوب جد سرعة الجسم يعني المطلوب عين مجهولي عندما وهو على ارتفاع 15 متر يعني عندما فا تساوي 15 فنبدأ دائما في المعطى لإيجاد الزمن حتى نجد السرعة فنحصل على ف تساوي 15 منها 20 نون ناقص 5 نون تربيع تساوي 15 وبالتالي بالقسم على سالب 5 نحصل على أن نون تربيع ناقص 4 نون سالب 15 على أو 15 على سالب 5 سالب 3 ننقل على الطرف الثاني وتصبح ثلاث إذا زائد ثلاث ويساوي صفر منها تحليل عبارة تربيعية نون ناقص واحد في نون ناقص ثلاث يساوي صفر منها إما نون تساوي واحد ثاني أو نون تساوي ثلاث ثواني هذا يدل على أن الجسم قد كان على ارتفاع عشر متر مرتين المرة الأولى وهو صاعد بعد واحد ثانية والمرة الثانية وهو نازل بعد ثلاث ثواني المطلوب سرعة الجسم فنجد السرعة عندما يكون الزمن يساوي واحد عين الواحد نعوض في علاقة السرعة حسب ما أوجدناها في الفرع الأول 20 ناقص عشرة في واحد عشرة وتساوي عشرة متر لكل ثانية وبما أن إشارة السرعة موجبة إذا يدل على أن الجسم في اتجاه الحركي أي صاعد للأعلى عين للثلاث تساوي 20 ناقص 10 في 3 وتساوي سالب 10 متر لكل ثانيه بما ان اشاره السرعه سالبه اي ان الجسم في عكس اتجاه الحركه وبالتالي وصلنا الى نهايه الجزء الثاني من السؤال اول الا وهو سرعه الجسم وهو على ارتفاع 15 متر عن سطح الارض سوف ننتقل الآن إلى الفرع الثالث من السؤال نفسه المطلوب المسافة التي قطعها الجسم خلال الثواني الأربع الأولى المطلوب المسافة التي قطعها الجسم خلال الثواني الأربع الأولى كتبنا علاقة مهمة جدا في الملاحظات وحكينا فيها انه اذا كان الزمن المطلوب او المسافه المقطوعه خلال زمن معين لاحظ انه الزمن المطلوب اربع ثواني اكبر من زمن اقصى ارتفاع اللي حصلنا عليه من الفروع السابقه وهو كان اثنين ثاني نطبق على العلاقه المسافه المقطوعه او المسافه الكليه المقطوعه تساوي اثنين ضرب اقصى ارتفاع ناقص فال الأربع ثواني ألو هي ارتفاع الجسم في الثانية الرابعة هذا الفرع الثالث وتساوي اثنين ضرب أقصى ارتفاع بنحسب أقصى ارتفاع من الفرع الأول كما حسبناه في الفرع الأول وكان عشرين متر إذا اثنين في عشرين ناقص فال الأربعة نعوض أربعة في علاقة الإزاحة عشرين في أربعة ناقص خمسة في أربعة تربيع وبالتالي يكون الناتج 40 ناقص 20 في 4 80 ناقص 5 في 16 80 وبالتالي يصبح لدينا أن المسافة الكلية المقطوعة خلال الثوان الأربعة الأولى 40 40 متر الفرع الرابع أثبت أن زمن الصعود يساوي زمن الهبوط أيضا كتبنا في الملاحظات وكانت ملاحظة مهمة جدا أن الزمن الكلي الزمن الكلي يساوي زمن الصعود زائد زمن الهبوط. والزمن الكلي نجده بجعل ف تساوي صفر. وزمن الصعود وهو زمن أقصى ارتفاع نجده بجعل ع تساوي صفر. لذلك عند جعل ف صفر فإن عشرين نون ناقص خمسة نون تربيع تساوي صفر منها نون في عشرين ناقص خمس نون تساوي صفر منها إما ن صفر وهي مرفوضة لأنه زمن الكلي قد تحرك الجسم أو ن تساوي أربع ثواني إذن الزمن الكلي هو أربع ثواني زمن الصعود كما حصلنا عليه من الفرع الأول وهو زمن أقصى ارتفاع كانت ن تساوي اثنين ثاني وبالتالي اثنين أو أربعة الزمن الكلي تساوي اثنين زمن أقصى ارتفاع زائد زمن الهبوط وبحل المعادلة فإن زمن الهبوط يساوي اثنين ثاني وبالتالي قد نكون حصلنا على أن زمن الصعود يساوي زمن الهبوط هذه نهاية مثالنا لهذا المثال الثاني وفي الختام أعزائي الطلبة لا بد أن يكون هناك مهمة تعليمية لما تعلمناه في هذا الموقف التعليمي ليعكس مدى ما تعلمته في هذا الموقف. الموقف التعليمي أو المهمة التعليمية قذف جسم رأسيا إلى أعلى من نقطة على ارتفاع 60 مترا عن سطح الأرض وفق العلاقة فإن نون تساوي 40 نون ناقص 5 نون تربيع. حيث نون الزمن بالثواني وفاء المسافة بالأمتار أو جد. واحد الزمن الذي يستغرقه الجسم للعودة إلى نقطة القذف. اقصى ارتفاع يصل اليه الجسم عن سطح الارض، الزمن الذي يستغرقه الجسم للوصول الى سطح الارض، متى تصبح سرعه الجسم تساوي 30 متر لكل ثانيه، ومتى يكون ارتفاع الجسم يساوي 135 متر عن سطح الارض. وفي ختام الموقف التعليمي لهذا اليوم ان شاء الله في التطبيقات الفيزيائيه سيتبعه موقف اخر على التطبيقات الفيزيائيه في اسئله اثرائيه ودمتم بالف خير والى اللقاء ان شاء الله.